تبارك وتعالى
مخاطبنا جميعا وموعظة صامتة جاء أحد قال له كفى بالموت واعظا أليها عن أذهاننا نريد أن نعيش يومنا دون أن نظهر بدنا نريد الذي إن لم يشكر الناس لم يشكر الله.
لأنهم أحسنوا التنظيم والتحكيم في هذه في إجراء هذه الجنازة في مسجدكم هذا، فبارك الله فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملهم في ميزان حسناتهم. آمين آمين. وكذلك نشكر فضيلة الشيخ الذي فتح لنا والمنبر بتاعه ومحرابه، فنسأل الله سبحانه وتعالى لشيخنا أن يمد في عمره وحتى ينتفع هذه المنطقة. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.